بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة الزراعة في مصر وأسعار الخضار. لو مهتم بالمحتوى اعمل لايك للفيديو وانزل تحت الفيديو اشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الأحمر وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة مع الحاج اسماعيل وهيقول لنا على أسعار البصل وكل ما يخص البصل. هو رجل مزارع وزارع توم وزارع بصل، فاحنا بنصور معاه وبيعرفنا الأسعار يوم بيوم. السلام عليكم حاج اسماعيل. السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت تكلمنا شويه عن محصول البصل يا حاج اسماعيل، وتقول لنا على اسعاره، وتقول لنا يعني على شويه حاجات كده مفيدين على البصل، بحيث ان احنا نفيد المزارعين ونفيد اخواتنا الفلاحين. فيا ريت تكلمنا شويه يعني. اتفضل يا حاج اسماعيل. والله يا باشا باشمهندس، بالنسبه للبصل برضه سعره تعبان خالص وحالته بالباله. ربنا يخلف على المزارعين كلهم. ربنا يخلف عليك يا حاج اسماعيل. والله العظيم البصل اللي زي الورد ده، البصل اللي زي الورد ده ده، هو انا بصراحه يعني مش شايف فيه ورد يا لسه، ما هو ده مزروع وخر ولا ايه؟ مزروع وخر ده ولا ايه يا حاج اسماعيل؟ حلو ده يا باشا، يعني نعمل ايه معاه يعني؟ ده اللي زي الورد ده هو لسه ما هو ده لسه مش هيتجلى دلوقتي. هيتجلى اول خمسه. مش شايف احجام فيه يعني لسه. هيتجلى اول خمسه ده. ده هيتجلى اول مزروع واخر ده يا حاج اسماعيل. ايوه ده مزروع واخر ده. واخد البلا. تمام. ده محصول برضه حلو وكل حاجه، بس سعره ميت خالص. طب ايه السبب يعني يا حاج اسماعيل في ان سعره تعبان؟ السبب ان هو ماشي السوق كده، واخد بالك انت؟ السوق ماشي كله كده. تمام. يجي التاجر يشتري، يقول له اشتري زي الناس، الله يحن عليك، الله يرزقك، الله يبارك لك. معاك، يقول لك ايه؟ من 75 قال لجنيه قال. من 75 قرش لجنيه. لجنيه. كيلو البصل من الزرعه كده من مكانه كده من 75 لجنيه اخره. ويفصل معايا التاجر البصل ويقول لك من 75 لجنيه. يعني قول لي نعمل ايه يعني؟ انت حضرتك انت يعني بعت شويه، كانوا عندك بدر وبعتهم. اللي بعتهم دول جختهم التاجر، جختهم النهارده الصبح. بصل احمر ولا بصل احمر؟ ايوه ده ابيض ده. ده بصل ابيض، قال لك كله ده بصل ابيض. لا ما تقلحهمش عليه، حاج اسماعيل سيبه. قال لك تالا لا لا لا، ده بصل ابيض. بس بصل غليظ عندي، بصل حلو يعني. ده حاجه يعني شويه غليظ عندي. دي لسه دي صح؟ دي لسه صغير، دي معاها نص خمسه، دي معاها النص خمسه تتجلى. ده لسه اخضر خالص ده. واخد لبالك؟ فخرب بيوت على الناس. الله يخلف على الناس كلها ويعوض على الناس كلها. ربنا يعوض عليك يا حاج اسماعيل. ما يجي على الكماوي والميه والعزيق والنفار وهلاك، والله العظيم وراش بجنيه ب 75 قرش التاجر يقول لي النهارده. وبتاجر وراه زي العيال الصغيره. يعني رست على كام؟ اشتراك على جنيه بالعافيه. بالعافيه بجنيه. طب خد بجنيه وربع، يقول لا هو جنيه. من 75 لجنيه. طب يعني اعمل ايه يعني؟ كماوي ورش ونفار وعزيق وهلاك اسوه. يعني نعمل ايه؟ ربنا يعوض عليك يا حاج اسماعيل. نعمل ايه يا عم؟ اهدي البصل يا عم. اهدي البصل. بصل زي الورد يقول لك ب 75 قرش. ب 75 قرش يا اخو، يا ناس حرام عليكم، 75 قرش يا ناس. طب انت قلحتهم كلهم يا حاج اسماعيل. عليا النعمه، انا طفشت يا حاج.